السلام عليكم، صباح الخير. طيب انا بحاول كل شويه اطلع لايف في الجزيره، لكن الشبكه ما بتساعدني، تقطع مرات. جوله حلوه مريحه، لكن انا ما كنت جاهز. الظاهر امبارح انا اللي لخمتهم، الناس بتاعت انه القيمات اللي عندهم والكلمات المشتركه في حصل لها امبورت من العربي اللغة بتاعتهم المحلية أو لغتهم الرسمية خلينا نقول. فا ما انتبهت إنه البود ده أنا منجي إنه بخش جوا الجيف ده، بكون قاعد برا. فا يعني دخلت في الموية شوية كده، كويس إنه الجزمة بتاعت قماش السبورت بتاع قماش والجينز ده بينشف ما في مشكلة، لكن يعني المفروض يكون في حاجات زي دي، المفروض يكون في تفاصيل زي دي يقولوها للناس. المفروض يكون في زول مش سياحي علق لي مثلا الجزيره دي سموها جزيره الرز، ليه؟ لانه انا ما لقيت ولا رزايه واحده. البيت صورته قبيل، كان فيه زول نايم، بعد ذاك المحل ده اتفتح، هذا اللي الكاميرا عليه، المحل ده فتحوه، ده في الزول الثاني. الحته كلها فيها نفرين بس، انا سالت قلت له نفرين بس، قال لي هاي. قلت البيت قديم، قال لي هاي قديم، قلت لك يعني سامع عزيز ظريف، فقال لي شكرا. اللنكاوي لانها هي محفيه من الضرائب، فالاسعار رخيصه جدا مقارنه بكوالا. انا لسه بينانج ما شفتها فما اقدر احكم. يعني انا اخذت لي علبه بتاعت نسكافيه بارد بخمسة ريال، اللي هي بتعمل دولار و20 سنت، كويس. لكن لما تلقاها في كوالا وبالذات في المولات كمان بيكون السعر فوق. في بسكويت بتاع الناس اللي بتذكر بسكويت شمعدان مصر ده بزيه، اللي هو بسميه شنو؟ وفل، ما عارف اسمه شنو، عنده اسم كان. المهم اللي بيكون محشي بالشوكولاته وبسكويت خفيف كده، اندوسي ونسيته. ده برضه هنا بيرنجيت، ممكن تجيب الثاني ذاك اللي طبعا. المويه دي ب 3 رنجيت، دي ب 3 رنجيت. ممكن تكون في حته ثانيه جوه الجزيره، برا الجزيره بتاعت لنكاوي كلها كده. لنكاوي يكون بسعر اكثر طبعا. مهم جدا انه الزول لما نيجي هنا لنكاوي يشوف الجزر دي. جزيره الرز معانا كنت تلقى فيها ولا رزايه، لكن حته حلوه. وتعال جاهز، ما تجي زي لابس لك بنطلون وقميص وجزمه، تعال ببرمودا، تعال بريدة عندك، تجي شورت بتاع السباحة يعني، لبست تيشيرت. بقدر الإمكان حاول تكون لابس هدوم قطنية، لأنه الجو هنا سخن وفي رطوبة يعني، معهم في ماليشيا تدي بس بلا. إحنا في الساعة دي في ناس كتير جات لجروبات مختلفة، في كم شركة. طبعا لان الحجوات دي كلهم ديل من ال اللي هي الواحدة من القوميات الثلاثة اللي كونت البلد دي. الملاي دي كانوا اصلا هم السكان المصريين. الشيء اللي عرفته على حسب الرواية اللي قال لي احمد بن عوف الدكتور اللي بقرا هنا، انه الانجليز لما احتلوا في الملاي، هي دي القومية المسلمة طبعا اللي فيها اكثر ناس مسلمين، القومية الثانية برضه فيها مسلمين طبعا. القبائل الثانية هم الهنود والصينيين. الصينيين جابوهم للجزيرة دي عشان يشتغلوا الشغل بتاع الجرس، عشان يشتغلوا الشغل بتاع حاجة في الصناعة كده، كانوا شغالين حاجة في الحتة دي، وجابوا الهنود للزراعة. فبس بعد طبعا بالحكم الطبيعي الناس اتكاثرت وكثرت يعني. لكن الملايين هم أكثر من 50%
السكان طبعا لو ما اكثر من كده. فالفرز بيقول انه المسلمين هنا بتكون قريبه 90 ولا 80%، وغريزه هي بتعتبر نفسها انها هي دوله مسلمه. لكن الاسلام ما مشدد كده يعني، عرفته. بس ال كل دارين يكون هو حاصل طوالي في انه بيفضل انك تقول لهم السلام عليكم بدل صباح الخير والمورنين والهدى وتقول لهم السلام عليكم. بس الوقت انا عادي عندهم مشكله في التعامل. المهم حبيت اقول للناس اللي حتجي لنكاوي لازم انهم يشوفوا الجزر دي. احنا هسه طبعا دي الجزيره بتاعت ال رايس ايلاند، مع انه ما في اي رز في الحته دي. المفروض نمشي جزيره البيلاند ايلاند، في جزيره ثالثه اسمها الاهلي، وهنشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.